السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الطقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي أمطار على جنوب غرب المملكة تتسع رقعتها يوم الأحد لتشمل كل من الطائف ومكة المكرمة، استمرار للطقس الحار في عموم المناطق ودرجة حرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون أعلى بقليل من معدلاتها. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة في جنوب المملكة، كانت رعدية في منطقة الربع الخالي عملت على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بينما خلت عموم أو باقي مناطق المملكة من الغيوم. نذهب الآن لخرائط توزيع الأمطار من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس. لاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية الموسمية فوق مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تتسع رقعة تأثير هذه الغيوم الرعدية لتشمل كل من الطائف والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تعطي زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. لاحظ استقرار على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، وبالتالي يسود طقس حار في عموم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية حيث يكون الطقس أكثر اعتدالا. نذهب للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تتأثر الرياض بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الظهيرة 40 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 28، يوم الأربعاء 41 إلى 28، ونفس الحرارة يوم الخميس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.